بالتأكيد يعني مو بس مجرد تغيير الاسم، البنى التحتية تغيرت من 3G إلى 4G، لكن هذا لا يعني أنه جودة الإنترنت تغيرت. يعني نقدر نشبهها بتبسيط، تخيل أنه هذا بايب يتم ضخ به مياه بكمية معينة، وتم استبدال هذا البايب بال 3G بال 4G اللي هو بايب اكبر بسعه اكبر، ولكن تم ضخ نفس كميه المياه. فهنا ما راح نحصل تحسن بالخدمات للانترنت الدولي، ولكن راح تكون خدمات داخليه افضل بالنسبه لنا. السبب طبعا انه يعني هي مجموعه اسباب، ولكن السبب الرئيسي نرجع نقول انه هو جهة التجهيز هي واحدة فقط، وزارة الاتصالات هي اللي تجهز جميع مزودي الخدمة إن كانوا على الفور جي أو حتى على الاي اس بي اللي موجودين. الأسعار اللي موجودة بها للاس تي ام وقيمها العالية اللي يزودوها بها، مدى ينطي المرونة الكافية بأنه الشركات تتوسع بالباندويث وبكمية الساعات اللي تضخها المواطن. إذن المشكلة الوحيدة التي تواجهها تلك الشركات هي عملية التزويد، تزويد الخدمة من قبل وزارة الاتصالات. منذ سنة تقريبا وزارة الاتصالات جددت الخدمة لمدة 5 سنوات للشركات المشغلة للهاتف النقال والإنترنت على أن تلتزم بتقديم خدمات معينة، إلا أنها لم تفعل ذلك. هل تواجه تلك الشركات عقبات ربما تمنعها من أن تتطور غير الخدمة التي تزودها بها وزارة الاتصالات؟ ربما يعني احنا كثير من العقبات الفنية موجودة لشركات الاتصالات، ولكن نيجي نقارنها بالأثمان التي يتم أخذها من المواطن، فيجب تغطية وتجاوز جميع العقبات اللي ممكن أن نصادفهم. ولكن أرجع أكد يعني احنا دائما من ناقش موضوع الاتصالات دائما نركز على خدمة الانترنت تحديدا، ما نركز على باقي الخدمات. خدمة الانترنت تحديدا السبب الضعف اللي بها، يعني أرجع أقول أنه كمية الساعات المزودة مقابل الأسعار اللي موجودة لها، هي هذه العائق الرئيسي. أما العوائق الباقية الفنية أنا أشوفها أنه معظمها ذللت ومعظمها تم تجاوزها، والكونكشن اللي موجود بين الموبايل وبين الأبراج هو 4G حقيقي. طيب لماذا لا تستطيع شركة رابعة الدخول والمنافسة؟ يعني شركة وطنية تلبي حاجات المواطن، يعني تأميم خدمة الاتصالات. هذه تخضع لي بالبدايه، انا ما اقدر اجيب نيابه عن الهيئه العام هيئه الاتصالات والاعلام، يعني برايك وزارة الاتصالات بالتأكيد. ولكن احنا نعرف انه الامور تخضع الى مساومات وسياسه، وايضا نوع من خلينا نقول السياسه الماليه اللي موجوده. لان اليوم دخول شركه رابعه تحتاج الى تفويض، وتحتاج إلى كثير من القرارات الجريئة، وتحتاج أيضا إلى قرارات شريفة صراحة. شكرا لك الخبير التقني أحمد عز الدين على هذه المداخلة.